السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم نقدم لكم أروع وألد تشيز كيك، مذاق لا يقاوم بمكونات بسيطة، فعلا يستحق التجربة. بسم الله على بركة الله، عندي 150 غرام من البسكوي، أي بسكوي متوفر عندكم يكون بدون شوكولا، كنطحنو في الطحانة كيبقى شوية مهرمش رقيق ماشي بودرة. كندوب 90 غرام ديال زبدة حيوانية خاصة بالأكل، ما يعادل ملعقتان كبيرتان، كندوبها وكنبقى كنضيفها بالتدريج، ما غاديش يتشكل لينا كره وانما كيتلبس كله بالزبده كما كتلاحظوا. كنخدم بسباتيلا ولا ملعقه مباشره، كنفرغوا في قالب قياس 20 سنتيم، كنفرغ القاعده ديال البسكوي وناخذ ملعقه ولا كاس ولا اي اداه اللي باش غتساعدني انني نضغط على البسكوي وكيتشكل ليا قاعده اللي متماسكه ما كيبقاش مفتت نهائيا. كنضغط مزيان وندخله للثلاجه او المجمد. مكونات الكريمه ديال التشيز، عندي فيها علبتين من الجبن، بين قوسين استعملت جبلي، العلبه الواحده فيها 190 غرام، خذوا اي جبن كتفضلوا نتوما. استعملت علبتين من جبلي وعلبتين من بيرلي، هو جبن بالسكر، الوزن ديال العلبه الواحده 80، هي 160، علبتين ديال جبلي وعلبتين ديال بيرلي. 4 ملاعق كبيره من السكر، كيجي المذاق هو هذاك، ما كيجيش حلو بزاف، اللي كيفضل الحلاوه ممكن نضيفو شويه. كنخلط هنا مزيان، ضروري ما نخلط مكونات كامله باش السكر سنيده كتنسجم مع الجبن وكتذوب، ما كتبقاش هكاك كتغزز. كنخلط مزيان عاد كنضيف باقي المكونات، يعني خدموا هذه المرحله الاولى جيدا عاد كنضيفوا باقي المكونات. عندي هنا 3 ديال البيضات في المرحله الاولى، غادي نخلطهم مزيان هنا بواسطه التراب اليدوي حتى ينسجم الكل جيدا. كما كتلاحظوا طريقه جد سهله ومذاق لا يقاوم، جربوه على ضمانتي غادي يعجبكم بزاف، غير تبعوا الخطوات وغادي تنجحوا فيه باذن الله. نضيف صفار بيضه وكنخلط الكل جيدا. جانبا عندي ملعقتان كبيرتان من النشا اللي هي مايزينا، كنضيف الملعقه الاولى وكنخلط جيدا، نضيف الملعقه الثانيه وكنخلط الكل حتى كتنسجم العناصر مع رشه من الملح ضروري، هذا هو القوام المحصل عليه. كنخرج القالب من المجمد او الثلاجه، ضروري يكون متماسك يكون بارد، وكنفرغ الكريمه وكنكون شعلت الفران واحد 5 دقائق قبل، نديرو على 120، غير كندخل القالب كنقص كندير 100 ولا 110 فقط، خاصها تكون نار هادئه. بالنسبه ليا شعلت غير من التحت، ممكن تشعلو التحت والفوق، كياخذ تقريبا في حدود 35 حتى 40 دقيقه. كي نطفي عليه نخليه في الفران واحد 20 دقيقه عاد نحل عليه، الا حليت عليه قبل راه غادي ينزل لكم، خليه في الفران. بالنسبه للتزيين خديت 180 غرام ديال التوت البري اللي هو الفرامبواز، مع 3 ملاعق كبيره من السكر وعصره ديال الحامض، وضعته فوق النار مده ديال 10 دقائق تقريبا حتى طاب، ومن بعد صفيته وكنرجعو شويه غير كيتماسك فوق النار وكنزين به تشيز كيك. بالنسبه للتشيز كيك خليته حتى برد في الفران كما ذكرت لكم، وخليته في الثلاجه برد تقريبا واحد الساعه، عاد حيدت ليه السيركل، كناخذ واحد السكين كندوزو على الجوانب ديال القالب وكنحيدو، هزيتو بسباتيلا حطيتو في هذا الورق الذهبي، يعني كيتهز ما كيتكسرش نهائيا. درت ليه التزيين كما لاحظتوا بالفرامبواز وريقه النعناع، وهذا هو الشكل ديالو، كيجي من اروع ما يكون، لا شكلا ولا مذاقا، حتى المذاق رائع جدا، فعلا فعلا كيستحق التجربه. كما لاحظتوا مكونات اللي هي بسيطه، ما غاديش نقولوا في متناول الجميع، ولكن نقدروا اننا نحضروه ونفرحوا به الاسره ديالنا. ان شاء الله تجربوه بصحتكم وراحتكم، شوفوا معايا القوام ديالو رائع جدا، شي حاجه اللي سهله وزوينه كما قلت لكم، جربوه وخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات. شاركت معكم في هذا الاسبوع وصفتين لوجبه العشاء، والوصفه الثالثه حلوه اللي هي تشيز كيك، يعني غنمشي بهذا النظام هذا، ناخذوا اما وجبات الغداء او العشاء، والوصفه الثالثه تكون شي حاجه حلوه. وهذا هو الاقتراح ديال اليوم، ان شاء الله يعجبكم. خليت لكم الراحه في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.